يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان، حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة عايزة افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا اللي بتكون موجودة على الشاشة خلال الحلقة، وكمان تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. يلا بينا نبدأ حلقتنا. عايزة اتكلم بقى مع البنات اللي هيكونوا سنة اولى شغل، البنات اللي لسه هتبدأ تنزل شغل، لانه في الفترة دي البنات بتبقى متحمسة قوي وحاسة ان خلاص كل احلامها هتتحقق وخلاص على الباب قدامها، ومجرد ما هتنزل من بيتها وتروح شغلها هتعرف تحقق كل حاجة. انت هتعرفي تحققي كل حاجة، بس لازم تاخدي بالك انه مش على طول، مش اوام كده، لانه ساعات كتير لعدم الخبرة والصغر سنك كمان، يعني في ستات ممكن تنزل تشتغل اول مرة تشتغل فيها يبقى هي سنها كبير شوية او نضجت، وفي بنات بتبدأ تشتغل من بعد ما بتخلص جامعة على طول، وفي بنات بتشتغل من الجامعة كمان. فأنا كلامي متوجه لكل الستات والبنات اللي لسه هيبدأوا أول مرة شغل، لأنه في حاجات وفي غلطات بنعملها ومناخدش بالنا منها، وبنبقى متخيلين إن إحنا عاملين اللي علينا قوي، بس مش عارفين إنه التعطيل والمشاكل اللي جايلنا جايلنا بسببنا إحنا، لأن إحنا اللي كناش عارفين نتعامل كويس مع بيئة العمل والجو الجديد اللي إحنا داخلين عليه. كتير بقى من البنات أول حاجة مثلا بنقع فيها أو بنغلط فيها، إنه كتير من البنات في أول شغل ليها تخاف إنها تسأل تعمل الحاجة دي إزاي، تسأل مين المتخصص بالحاجة أو مين المسؤول عن الحاجة دي، تسأل عن شغلها، تسأل عن تفاصيله، عشان ما تبانش انها مثلا مش فاهمة او انها لسه ما تعرفش حاجة. بس هي ما تعرفش ان ده غلط جدا، غلط جدا ان انت تبقي مش عارفة حاجة وتشتغليها وانت مش عارفة هي بتتعامل ازاي، فاكيد بعد كده لما هتغلطي فيها او لما هتبوظيها هتتحاسبي عليها، وساعتها اكيد هتتضايقي جدا. فانت لازم تسألي وما تتكسفيش وتتعلمي وتفهمي عشان خاطر تعرفي تطوري من نفسك بسرعة، وتعرفي تطوري من شغلك بسرعة، تعرفي تتقدمي. عمرك ما هتعرفي تتقدمي لو انتي ما بتسأليش، لو انتي مش بترجعي لأهل الخبرة والناس اللي أقدم منك في المكان، دي بتتعمل ازاي، مين اللي مسؤول عن الموضوع ده، أتكلم مع مين، أتصرف ازاي. كل الحاجات دي انتي لازم تكوني عارفاها من خلال الناس اللي حواليك، الناس اللي أقدم منك. متكسفيش ان انت تسأليهم، محدش اتولد بيعرف يعمل كل حاجة. احنا ما اتولدناش بنعرف نمشي، ما اتولدناش بنعرف نتكلم، ما اتولدناش بنعرف اللي بتعرف تسوق اللي بتعرف، وكلنا طبعا بنعرف نكتب دلوقتي، ما اتولدناش بنعرف نكتب، احنا بنتعلم. فاوعي تتخيلي انك علشان خلصتي جامعة او كبرتي شوية انت كده خلاص خلصتي تعليم، لا، احنا في طول حياتنا وفي كل حاجة في حياتنا بنتعلم، فما بالك بقى بشغلك. تاني غلطة ممكن تقعي فيها هو انك تبقي واثقة في نفسك بزيادة قوي. الثقة في النفس حاجة كويسة جدا ودايما بننصحك بيها في انتي، ولكن ما تبقيش واثقة في نفسك زيادة جدا جدا وشايفة انك تقدري تعملي كل حاجة لوحدك وتنسي ان انتي لسه ما عندكيش خبرة، انك انتي لسه جديدة سواء في المجال او في المكان، يعني سواء انت جديدة في المجال كله على بعضه او جديدة مثلا في الشركة دي او في المكان ده اللي انت بتشتغلي فيه ده، فانت لازم تكوني يعني ايه واثقة في نفسك، بس مش بزيادة قوي. لازم برضو ترجعي للناس زي ما قلتلك قبل، لازم ترجعي للناس القديمة، ولازم تتعاوني مع الفريق اللي حواليك، لازم تشتغلي في فريق، ما تعمليش كل حاجة لوحدك، عشان لما هتشتغلي في فريق هتستفيدي من خبراته، هتطلعوا أفكار سوا، شغلكوا وإنتاجيته هتبقى أحسن بكتير. الشغل الفرداني بتاع الوان مان شو ده مش دايما بيبقى أحسن حاجة. في ساعات طبعا بيبقى حلو جدا، وفي حاجات ما ينفعش تتعمل غير حد واحد بس اللي يعملها، بس في حاجات أكتر بكتير بتتعمل تيم وورك، تتعمل مجموعة، تعمل فريق عمل، فده بيطلع شغل أحلى كتير، وكمان بينجيكي من فكرة انك تتحملي مسؤولية اي خطأ لوحدك. اي خطأ ممكن يحصل مش هتقدري تتحملي مسؤوليته لوحدك، خصوصا لو انت لسه جديدة، فلازم تكوني
محمية كده وسط فريق عمل، رامية نفسك وسطهم، بتتعلمي منهم، تديهم أفكار، بتاخدي منهم أفكار، تحط شغلكم على بعض وأفكاركم على بعض، طلعوا أحسن حاجة. وحاجة من الحاجات المهمة قوي قوي قوي، شوفي ثلاثة قوي أهم، إنك لازم تتعلمي إنك تحطي حدود في الشغل. أنت نازلة شغل، مش نازلة تعملي علاقات ولا صحوبيات ولا تعملي معارف، مش نازلة تعملي الحاجات دي كلها، انتي نازلة تشتغلي. فما تخليش الناس اللي حواليك يأثروا عليكي، ما تخليهمش يتدخلوا في حياتك، ما تحكي لهمش عن حياتك أصلا، حياتك الخاصة ما تخصش أي حد في أي حاجة خالص، هم يخصهم وجودك، حضورك في ميعادك، شغلك، إنتاجيتك بس. إنما بقى مشاكلك وظروفك والحاجات اللي زي كده ما تهمش حد. فما تخليش الحاجات دي تأثر على شغلك، تأثر على شكلك كمان قصاد الناس، وما تصاحبيش وما تأنتميش مع حد في الشغل، مش أحسن حاجة. نادر النادر لما تلاقي أنتيم في الشغل صاحب قوي أو صديقة قوية جدا جدا تبقي متعرفة عليها من الشغل بقى، مش من الجامعة أو من المدرسة أو جيران أو الكلام ده. وما تستعجليش ان انت تثبتي نفسك، وافتكري دايما ان الاستعجال عمره ما كان شطاره. واحده واحده، وتعلمي على الهادي، وخليكي هاديه، ادي الشغل حقه كويس جدا، لان كل ما اشتغلتي بهدوء وضمير كل ما نجحتي اكتر، وكل ما كنت شايفه انت ماشيه على خطوات عامله ازاي وطريقك فيه ايه، وتتجنبي الاخطاء. انما طول ما انت متسرعه ومتلهوجه وعايزه تعملي كل حاجه مره واحده وبسرعه بسرعه عايزه تعلي في الشغل، مش السرعه دايما بتبقى اخرتها مشكله. في حاجات هتغفليها، مش هتشوفيها، لانك متسرعه، لانك باصه على حته واحده مش شايفه كل حاجه حواليكي وبتجري عليها جري. فلا، بصي على هدفك بس امشي له واحده واحده. ولو واجهتي اي انتقادات، وده الطبيعي وده اللي لازم يحصل في الاول، خدي بالك، لان هو ده اللي هيعلمك، وهو ده اللي هيفهمك الشغل، وهو ده اللي هيخليكي تعرفي الصح من الغلط. ما تزعليش، لانه الانتقاد ده هو اللي بيخليكي تطوري من شغلك ومن شخصيتك. فاوعي تاخدي فكره الانتقاد في الشغل بشكل شخصي. انتي محدش بينتقدك انتي شخصيا، هما بينتقدوا الطريقة اللي انت مثلا اشتغلتي بيها الشغلانة اللي خدتيها، او النتيجة اللي طلعت، او مثلا اسلوبك في التعامل مع الموقف اللي انت فيه. فبيعلموكي حاجة تعرفي بيها تعملي الشغلانة دي بطريقة احسن قدام. فلا، اسمعي للانتقاد ده وشوفي فعلا اخطائك فين وصلحيها، عشان هو ده اللي هيطورك وهيطور من شغلك. وحاولي على قد بقى ما تقدري انك تعملي توازن في حياتك وبيتك وفي شغلك، عشان خاطر مفيش حاجه تيجي على حاجه ومفيش حاجه تضر حاجه. ما تفقديش شغفك بشغلك وبهدفك اللي انت عايزه توصلي له، وما تبقيش ضاغطه على نفسك قوي ومتسرعه قوي، عشان ده ممكن يسبب لك احتراق نفسي. يعني فكره التسرع، فكرة انك بتزعلي وبتاخدي الانتقادات في العمل على انها بشكل شخصي، ان هم بينتقدوكي انت شخصيا، فكرة انك بتعرفي الناس تفاصيل حياتك، مش حاجة ليها علاقة بالشغل وبس، لا بتدخليهم كمان في حياتك. كل الحاجات دي لو اتجمعت مع بعضها هيعمل لك احتراق نفسي، والاحتراق النفسي ده حاجة من الحاجات الصعبة جدا. الواحد بيحس ان هو بيخلص حرفيا، ما عندوش طاقه يفكر، ما عندوش طاقه يدي حاجه في شغل او في بيت، مش عايزه تعملي حاجه كويسه، مش عايزه تخرجي، مش عايزه تبدعي، مش عايزه تعملي حاجه، خلاص حسيتي ان انت توقفتي. ده الاحتراق النفسي. فما تبقيش ضاغطه على نفسك جدا ومتسرعه جدا جدا، عشان ده هيتعبك. لا، واحده واحده وبهدوء هتتعلمي، ونفسيتك هتبقى الى حد ما مرتاحه، لانه برضو خدي بالك الشغل دايما بيكون فيه مطبات، طبيعي النهارده حلو، بكره نص نص، بعده حلو. فلازم تتعودي على كده وتخلي الحاجات دي مش شخصيه خالص، ما تاخديهاش على محمل اللي انك تقعدي بقى تفكري فيها ومحمل شخصي
عادي جدا، غلطة النهاردة نصلحها بكرة ونتعلم ونكمل. وهو ده اللي أنا كنت حابة أقوله لكل البنات والستات الحقيقة اللي هيبدأوا شغل جديد الفترة اللي جاية، عشان يقدروا يحققوا اللي نفسهم فيه من غير ما يتعبوا نفسهم أو حتى أعصابهم تتعب أو يحصل لهم أي احتراق نفسي أو حاجة. أتمنى طبعا التوفيق لكل البنات والستات اللي بيتفرجوا علينا. النهاردة بقى عندنا إيه؟ النهاردة عندنا فقرة مع خبير طاقة المكان دكتور سهى عيد، اللي هتقول لنا تأثير طاقة المكان على حياتنا، وهتقول لنا كمان على أشهر الأخطاء اللي بتسبب طاقة سلبية حوالينا، وإزاي إن إحنا نعرف نتجنبها ونبدلها بطاقة إيجابية. لو عندكم أي أسئلة ابعتولنا على صفحتنا، صفحة الفيسبوك صفحة ETC TV، أو كلمونا خلال فقرتنا، لأنه الأرقام كمان هتكون موجودة على الشاشة خلال فقرتنا. هنستناكم، هنستنى مكالماتكم وأسئلتكم. كمان معانا النهاردة فقرة غنائية هتحبوها جدا، عشان ضيفتنا ضيفة مميزة قررت إنها تدرس الموسيقى للطلبة في المدارس بجانب الغنى، فهتنورنا النهاردة الفنانة اللبنانية الجميلة منال نعمة. استنونا، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نبدأ معاكم فقراتنا، وهنستنى أسئلتكم في فقرتنا الأولى، وأرقام تليفوناتنا هتكون موجودة على الشاشة. فاصل سريع. الطاقة دورها كبير جدا في حياتنا، ويمكن مش كل الناس تعرف الموضوع ده، وهي كمان أحد أهم الأسباب في التحكم في نفسيتنا والمود بتاعنا. يعني الفايبز اللي بتبقى حوالينا، الطاقة اللي بتبقى حوالينا وحوالين المكان بتأثر علينا. ساعات تخشي مكان قلبك يتقبض وتحسي إنه يا ساتر يا رب، إيه المكان ده مقبض كده ليه؟ وساعات تخشي مكان تقولي الله المكان ده مريح جدا، هو ليه المكان ده مريح قوي كده؟ هو ده اللي احنا هنعرفه النهاردة، وهنعرف تأثير الطاقة على حياتنا، وهنعرف ايه هو علم الفونك شوي من خبيرة علم الفونك شوي دكتور سهى عيد اللي منورانا النهاردة. اهلا وسهلا بيك يا دكتور سهى، منوراني وسعيدة جدا بوجود حضرتك معايا. هتخلي طاقتنا حلوة النهاردة؟ طبعا ده طاقتنا تبقى جميلة، ده مفيش احلى من الفونك شوي. اكيد. ارجوكي تشرحي لنا بقى الفونك شوي، عشان انا قلت الفونك شوي. اشرحي لنا ايه هو الفونك شوي. الفونك شوي اللي هو عبارة عن مسارات الطاقة الغير مرئية في المكان التي تؤثر على الإنسان صحيا، اجتماعيا، نجاح. أي مشكلة بتأثر في الإنسان بتكون عن طريق المكان اللي هو بيقعد فيه فترات طويلة. فدي مسارات الطاقة الغير مرئية في المكان اللي تخلي الإنسان يا إما يقول إيه البيت ده وشه حلو عليا، أو البيت ده وشه وحش. دي يعني حاجة مصغرة اللي هو إيه الفونغ شوي. هو علم صيني قديم من أكثر من 4000 سنة، موجود في كل الحضارات الهندية والصينية والحضارة المصرية القديمة. مهم جدا جدا، حتى كمان المشاهير في العالم كله طبعا بيعملوا بيتهم قبل ما يقعدوا فيه لازم يتعمل فونغ شوي الاول. طب ده عظيم جدا. يمكن ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها من حاجه زي كده، وهم بيوضبوا بيوتهم، وبتحصل اخطاء كتيره جدا بتسبب ان البيت فعلا يبقى كئيب قوي. طبعا لان هو عارفه تقيله كده. بختك يا ابو بخيت، انت وحظك بقى. يا اما البيت يعني هي طلع حظك حلو وخدتي بيتها معقول، يا اما البيت ضايع خالص وبنرجع نقول اصل انا اتحسدت. لا، هو ما اتحسدتيش. هي كل الحكايه ان انت قعدتي في بيت الطاقة أو المكان أو الاتجاهات الجغرافية بتاعته مش مظبوطة. يعني الحمامات ممكن تكون في أماكن غلط، في اتجاهات جغرافية غلط، غرفة الجلوس في مكان غلط. في ساعات ناس بتخلي الحمام في نص البيت. لو الحمام في نص البيت يؤثر على الصحة البدنية للست البيت والمذر اوف ايرث، تمام، بيعمل مشاكل صحيه جامده جدا في الاسره. طيب. لما يكون في نص البيت، لان الطبيعي الحمامات تكون على الاطراف. ليه؟ عشان تاخدي صرف وتغذيه من اطراف البيت، وليس توصلي الصرف والتغذيه لجزء لنص البيت.
نتكلم بقى عن اوضه النوم. طيب اللي بيبقى جواها تويلتس او اللي بيبقى فيها ملحق بيها تويلت او حمام، ايه بقى الناس تعمل ايه في بصي الموضوع زمان ده؟ كان جرت العاده ان هو دايما زمان قوي قوي بقى الحمامات يقول لك عليها غرفه الصرف الصحي، يعني كلها اسراف وهدر وطاقه سلبيه، فكانوا يرموها بره البيت صح. دلوقتي لما بقينا متحضرين وبقى عندنا حمامات في البيت، وبعد كده بقى عندنا غرفه ماستر، حمام خاص لغرفه الماستر، ابتدت تحصل مشاكل كتير ديكوريا وهندسيا. لما ابص الاقي ان في ناس مثلا مره واحده راحت حاطه الحمام وعملته ازاز زي المالديفز كده، راحوا شهر عسل للمالديفز ولقوا الحمام محطوط ازاز اللي هو الماستر، بحيث ان انت نايمه على سريرك شايفه التواليت وهو ابيض، شايفه البانيو ده غلط خالص، وبيخلي الزوجين يتطلقوا 100% 100% بينفصلوا. الحاجه الثانيه برضو وجود الحمام، ان احنا ساعات الحمام جدا بتلاقيه ايه جاي بابه في وش السرير، فبيبقى عامل زي مسار اشعه ليزر كده موجه على الشخص اللي نايم، ده بيعمل له برضه مشاكل صحيه. فبنشوف يا اما الحمام بيجي له عند رجله عند او بمعنى اصح الباب بيكون مباشر على السرير، سواء بالعرض مثلا يجي له على رجله على بطنه على القولون على على صدره، دي بتاثر تاثير جامد جدا في صحه الانسان. الحاجه الثانيه ان ساعات كتير قوي تبص تلاقي واحد نايم على حمام على حيط الحمام وراه، فده المواسير معروف الطبيعي انها مواسير الميه متحركه، الميه مش ميته مش مستقره متحركه، فانت نايمه على مواسير ميه وراكي متحركه، ما بتعملش اي نوع من الاستقرار ولا النوم ولا الراحه لهذا الشخص، فبالتالي ما بيبقاش عنده استقرار في النوم ابدا. بتقلب معاه ان هو اجتماعيا مش مبسوط، مشاكل بتحصل له، كمان بعد فترات طويله بتلاقيه يعاني جسديا لانه بينام قلقان مش بينام كويس، تعبان، مخه مشغول على طول، فجسمه بينهار كمان لصحه جسديه. طب الواحد يتصرف ازاي بقى لو الباب الحمام مثلا في وش السرير؟ نتصرف لا إيه؟ هو المفروض ان انا لما اكون اوضه ماستر بيبقى في الباب في زي موزع او ممر صغير، على ايدي اليمين الحمام مثلا، على ايدي الشمال الدريسنج، بعد كده بخش من الممر الاقي غرفه السرير متداريه مش مجروحه. لو لقيت عندي باب فج قوي او غرفه ملابس واضحه قوي، فصعب قوي ان الواحد يكون نايم وحواليه كل البابان دي، باب اوضه النوم وباب الحمام وباب الدريسنج، وساعات بيبقى باب البلكونه كمان، ده اكبر عندي غلط. عندي اربع بيبان ده اكبر غلط، دي بتخلي الانسان بيبقى مش عارف يمسك اي هدف واحد في حياته، بتبقى البابان مفتحه بس ما بينجحش في ولا واحده، ما بيوصلش. فبالتالي لا، انا باجي اعمل كلادنج او بعمل تغليف للحيطان بنفس الباب، يكون نفس لون التجاليد الحيطه، بحيث ان الباب يكون مخفي مش باين، فبالتالي اكون مرتاحه في نومي. ما عنديش الامكانيه دي يبقى ستاره، يعني ممكن لو احط بارافان بارتيشن، يعني احط عليه ستاره شكل الباب، يحط عليه ستاره، يا اما معلش الحته بتاعت لون الباب دي لو اتغير لون الباب للون الحيطه وفضل مقفول على طول، ده لا تمام؟ ما هو اهم حاجه ما يبانش انه باب، فانا عايزاكي تعمليه يعني تجلديه، تديله شكل كده مع الحيطه بحيث ان هو كانه جزء من الحيطه، جزء من الحيطه، فده افضل حاجه لما يكون عندي الباب واضح وصريح. خلي بالك الحاجات دي بتاثر على الخلافات الزوجيه ما بين الازواج، يعني الديكورات، الالوان، الاشكال، الحاجات دي كلها بتعمل مشاكل كبيره جدا. يعني مثلا تلاقي كتير قوي زوجين نايمين في اوضه سودا، احسن لون اوضه سودا، بتلاقي الخلافات بتاعتهم بتفضل مستمره كتير وبيقطعوا بعض. بتلاقي كتير جدا ان الزوجين قاعدين في غرفه نوم احمر في اسود ميه ونار، بتلاقيهم على طول مشاكل باستمرار تؤدي الى الانفصال. ساعات الكنب والانطريه اللون الاحمر والاسود. ساعات كتير قوي كمان في حاجه مهمه في الهدايا عشان تكوني عارفه برضو للي بيسمعونا، انت عارفه انا لسه كان جاي لي في بريد القراء النهارده واحده ادت لخطيبها ساعه هديه، حصل فرقه، قالت لي انا سمعت منك قبل كده ان اللي يدي الساعه هديه لحد بينفصلوا، ودي انا متاكده منها مش 90% 99%. لما بتدي هدايا رجاله يا ساعه يا برفيوم ما دي المشكله، دي المشكله.
طب امال نهادي دايما بإيه؟ نحاول نقنن موضوع الهدايا اللي هي الساعات، لان الساعه تعبر عن انتهاء الوقت وانتهاء الاجل. كل شيء له وقت وليه اجل. ففي الثقافه الصينيه قديما يفضل ان محدش يدي لحد ساعه هديه. ولا قدر الله جات لك ساعه هديه، طلعي كده 10 جنيه 5 جنيه 20 جنيه واديها له على اساس كاني اشتريتها منه. اني اشتريتها. حتى كمان الالات الحاده، محدش يدي لحد طقم سكاكين. اللي بيدي لحد طقم سكاكين بتبقى فرقه كبيره جدا طبعا، بحده في الطباع، بتبقى عركه او مشكله او خناقه. يخلي الناس يكسبوا بعض بعد ما قطعوا بعض، بعد ما قطعوا بعض. لما تدي هديه طقم سكاكين لحد. المقبلين على الجواز او اللي اتجوزوا ما يقبلوش ساعه حوائط من حد. يعني ساعات كتير بتبقى ساعه الحائط ارخص حاجه. الناس تروح تبارك لهم وتديهم ساعه حائط. لا، ما تقبلوش ساعه حوائط من حد. ثانك يو فيري ماتش، انا اكن هديتي وصلت، ولكن لا اقبل ساعه حائط او ساعه ايد او منبه او اي نوع من انواع الساعات من حد. طب لو واحده عايزه اجيب لجوزها ساعه، معلش في الحته دي بقى، عايزه اجيب لجوزها ساعه هديه وراحوا هما الاثنين واختاروها واشتروها في نفس الوقت، تبقى دي فيها مشكله ولا يعني تعتبر هديه ولو انا اديته ففي فرقه ولا عادي؟ يعني انا بفضل نبتعد، يعني ممكن في بارفيوم نجيب هديه، يعني محفظه كويس. نجيب هديه حاجه للبيت، نجيب فستان حلو، اجيب طقم ذهب حلو، اجيب انسيال، اجيب كوليه. ليه تجيب لي ساعه؟ لا، انا مش عايزه ساعه اقبلها من حد. تمام. الساعه فرقه ما بين الزوجين او الاصدقاء او الاحباء. طب لو حد دخل عليا بساعه حائط وانا محرجه كسفه، خاصه لو عروسه جديده وجاي لها بقى حد من اهل العريس، دي المشكله. بساعه الحائط دي ما قبلتش هديتنا، دي تنكت علينا. يعني انا حتى كمان ما ارضاش اقبل. طب ولا حتى تقبلها كده وكده واول ما يمشي تقوم جايه مخرجاها بره البيت؟ خلاص هي طلعت من ذمتهم. يعني لبست فينا خلاص. يعني انا افضل اقول ميرسي جدا، اعتبريها وصلت، ولكن انا عندي ساعات كتير، فانا دي هديه مني ليكي بس. دي الحاجة الوحيدة اللي انت من حقك تحرجي اللي قدامك فيها. لكن أي حاجة تانية لا عادي. يعني الساعات والسكاكين أو الآلات الحد أو المقصات، دي قطيعة في العلاقة طبعا، زي الساعة انتهاء أجل العلاقة. فدي مش مجربة 100% متجربة. في ألوان تانية كمان بتعمل فرقة وبتعمل اكتئاب، زي الألوان الموف. الموف معروف إن هو لون يندمج ما بين اللون الأزرق واللون الأحمر. اللون الأزرق المية واللون الأحمر الناري، ارتباطهم ببعض بيعمل اكتئاب، حزن، زعل. فعشان كده هو معروف الوردة البنفسجي للجنازات، لأنها الزهر الحزين الذي يكذب الأحزان. فإحنا البنفسجي ياريت يكون تطعيمات بسيطة، مش تكون الحيطة كلها بنفسجي. ما يكونش الأوضة النوم كلها بنفسجي، ما يكونش الكنبة كلها بنفسجي. تطعيمات بسيطة ولكن مش كتير. جميل. عندنا برضو مشكلة كبيرة جدا بتواجه الناس كتير قوي قوي، الشكل الثماني. لو تلاحظي كده كان بيجيبوا أفلام الرعب، تلاقي المراية بالشكل الثماني وليس السداسي. السداسي معروفة الشكل اللي هو يعتبر من الأشكال المحظوظة. الثماني وهي ثمانية أضلاع، سواء ترابيزة سفرة، سواء مراية، سواء ترابيزة ليفينج، أي شكل ثماني في البيت لا يفضل تواجده على الإطلاق. حتى لو تلاحظي في أفلام الرعب بتلاقي الشكل الثماني ده دليل على الأشباح، الحاجات المش كويسة، الطاقات السلبية. فلا يفضل أبدا الشكل الثماني. لو احنا لا قدر الله عندنا شكل ثماني، يبقى يفضل نحط مفرش أو نغطيه، ندريه، ما يبقاش ظاهر، ولو مراية نستغنى عنها تماما. بالظبط. طيب نروح بقى للألوان اللي تدي راحة نفسية، اللي تدي استقرار في العلاقة الزوجية، اللي تدي الحاجات بقى الكويسة. جميل. لأن احنا بعيدنا عن الأحمر والأسود والموف. دول كلهم مؤذيين جدا طبعا نفسيا، خصوصا الاسود. الناس اللي طالعه موضه اسود في المطبخ، ما ينفعش مطبخ اسود، لان مطبخ ناري. ما ينفعش، هو خشب احلى حاجه طبعا، او بيج او ابيض، ولكن اسود ممنوع. احنا ربنا خلقنا منين؟ من طين، صلصال، فخار. فبالتالي الالوان الفخاريه جميله جدا للبيت او غرف النوم. اللون البيج اللي هو الارضي، اللي هو لون الارض، اللي هو النود، لون طبيعتنا، النود كالر، او الاوف وايت، او اللون البيج او السمني
تمام؟ دي من أفضل الألوان الخاصة للبيت كله. طب لون كنبتنا ده يعتبر إيه؟ ده بينكي كده جميل شبابي كده لطيف يعني تحسيه هو بنانيتي أكتر. بنانيتي أكتر يبقى مثلا في أوضة البنوتة أو في أوضة البنوتة المراهقة. لأن بتدي نوع من الأناقة. تحسي البنوتة كده وهي لابسة بينك كده أو قاعدة في حاجة بينك تحسيها كده وردة تعبر عن الشباب. وعلى فكرة اللون ده بيحسسك بالشباب أكتر. يعني في ناس كتير تحس إنها كبرت ولا حاجة تروح لابسة حاجة على بينك شوية بتبقى مرتاحة نفسيا. الألوان الأوف وايت، الستاير البيضاء، الستاير البيج، الأوف وايت، شياكة تدي وسح، تدي ارتياح نفسي للأشخاص، لكل الناس على فكرة مش ناس معينة. صح. ولكن الحاجات اللي هي بتبقى كلها سترايك كولرز زي الألوان الفاقعة والأخضر وأصفر وورق حيطة ومقلم وبتاع، دي بتخليكي عندك إزعاج ضوئي، إزعاج لوني، بتخليكي في حالة صخب وطاقة سلبية. انت متضايقة بس مش عارفة انت متضايقة، متوترة جدا ومش عارفة ايه اللي موتر اعصابي بالزبط. في بيتي متوترة وفي حالة استنفار. يعني لو زوجين وفي حالة استنفار هتلاقي الالوان دي موجودة عنده، كنبة حمراء على مش عارفة ايه، اخضر على مقلم على ورق حائط على حيطة حمراء، على كل السلطة دي كلها بتبوظ العلاقة الزوجية ما بين الزوجين. بعكس الالوان النوت الهادية، البيج، الاوف وايت، الابيض، الحاجات الفاتحه جدا دي مريحه جدا في العلاقه الزوجيه. والديكور يكون هادي طبعا لو وما يكونش فيه صخب كتير زي ما حضرتك قلت. طبعا الضجيج والازعاج ده بيعمل استنفار جامد. طب بالنسبه للوح، الصور، البراويز، وعايزه اسال عن اوضه الولاد عشان احنا اتكلمنا عن اوضه البنات بس اوضه الولاد ما اتكلمناش عنها. اللون المفضل، وضع السرير، ايه حاجه اللي تخلي الولد يبقى هادي ومركز في مذاكرته شويه؟ جميل قوي. بالنسبه للوح، في لوح كتير ممنوع منعا باتا تكون موجوده في بيوتنا. زي زمان كانت اللوح جميله، منظر طبيعي، حاجه كده زي شط ورود، الحاجات الجميلة الطبيعية. أنا بنقل الطبيعة لبيتي، صورة شمس، شروق الشمس، صورة بحر، صورة حاجات جميلة جدا. دلوقتي احنا بنطلع في موضة من الثمانينات، صورة الطفل الباكي. كانت كل بيوت مصر كلها او الوطن العربي في الحاله دي عندها نفس الصورة، عامل كده على طول. صورة الطفل الباكي كانت خلت كل بيت يبكي، عنده حزن من نوع مختلف. فبلاش الصور التي تعبر عن الوحدة. يعني دايما تلاقي دلوقتي طالعين موضه ان هي يحطوا صوره واحده ست وقاعده حاطه ايد على خدها، او صوره واحد كئيب او متضايق وحاطط ايده بيفكر. طب ما دي صوره قلق، تجذب القلق، تجذب الشبيه. انا عايزه احط صور زي اهالينا زمان، روميو وجولييت، تحسي صور شراكه، صور حب. فكان عشان كده كانت بتخلي البنات يتجوزوا بدري. لكن دلوقتي بقت البنات تحط صوره ايه، بنات زيها، فتلاقي نفسها وحيدة، أو صورة واحدة بترقص لوحدها. لا، خلي اتنين يرقصوا، ولد وبنت راقصين، أو عروسة وعريس، أو حاجة روميو وجولييت، شراكة، شمعتين، قطتين، وردتين، أي حاجة مزدوجة لتجذبي طاقة الحب لحياتك. دي الصور الحلوة، الصور الطبيعية، الألوان الطبيعية. ممنوع منعا باتا نحط صور أشخاص في أوضة النوم. بلاش الست تحط مثلا، او الراجل او الزوجين يحطوا لي صور اولادهم. طب ما ربنا يخلي اولادك ما تحطيهم في الصاله الصور. صور اصحابك، صور ولادكم، صور ليه تحطيها في الصاله؟ ما احنا اولادنا معانا، ربنا يحميهم. ما انا مش ما حبكتش احط صور اشخاص في غرفة النوم اللي عايزه ارتاح ده بيبقى جنبهم على النايت ستاند، على الكومودينو، صورة يعني ابني او ايه الهدف من هذا الموضوع؟ وصور الاشخاص المتوفيه كمان الغالين عندي. غلط غلط، صور المتوفيين برضو غلط. دي مش طاقه مش طاقه حلوه، بالعكس. طب ما يعني ليه احط صور تخليني اجذب الاحزان والشجن والزعل؟ لا، انا اوضه نومي المفروض كمان ما يكونش فيها رموز دينيه، يعني صور الايات القرانيه حرام. الست بتنام مع جوزها في الاوضه، يبقى حرام، مفيش احترام، صح؟ بتغير هدومها، ده حرام ان احنا نصور الرموز الدينيه وصور الايات القرانيه. لا، مش احلى حاجه، عيب. صور البحار والميه المتحركه غلط، تعبر عن النشاط والحركة، ما ينفعش. الصور بتاعت الأشخاص وأصحابنا وأهالينا وولادنا، يعني إحنا مش قاعدين في مكان كله صخب. الصخب ده نخليه للليفنج روم، لغرفة الجلوس. لكن إحنا عايزين نقعد في هدوء أو ننام في هدوء، لأن في مثل صيني قديم
يقول لك ايه؟ نام مرتاح ياتيك النجاح. كل ما تنامي مرتاحه ومستقره تحسي قايمه فايقه، طاقتك ايجابيه، يومك جميل من اوله، مش حاسه ان انت ناقصك نوم. ناقصك نوم ده ينبع عن المكان اللي انت قاعده فيه والموجودات الموجوده فيه اللي تخليكي فعلا مش مرتاحه ولا ناجحه، وعشان كده بنقول البيت ده وشه وحش. هرجع تاني لصوره المتوفي، لان في بعض الناس يقول لك لا دي غالية عليا قوي، دي أمي الله يرحمها، ما ينفعش، لازم صورتها تفضل موجودة. لو في إصرار على إن صورة المتوفي أو المتوفية يفضلوا موجودين، هل في مكان معين ينفع يتحط فيه صورة ما تأذيناش؟ فيها إيه لما أحط صورة المتوفي أو المتوفية في دولاب بتاعك مثلا، دولاب البارفانات مثلا، أو مكان كده كل ما تفتحي تاخدي منه حاجة تفتكريها تقري لها الفاتحة. لكن ما تبقاش ظاهرة؟ ما تبقاش في وش البيت، ما يبقاش في وش اللي داخل ولا خارج. بصي لا يفضل، يعني أنا بفضل إن هو ما تبقاش صورة كبيرة كده، لا تبقى صورة معاها وإحنا سعدة، صورة هي وابنها وقت ما كانوا مبسوطين. تمام؟ مش أول ما المتوفي يتوفى أروح مكبرة الصورة قد كده، طب ما كان معانا. صح. ما كبرتهاش ليه وهو عايش؟ صح؟ لا، انا احط صوري وانا معاهم في اوقات سعيده تجذب السعاده، مفيش مشكله مع المتوفي في الاوقات السعيده اللي احنا كنا مع بعض معاه. ولكن ما اجيش احط صورته لوحدها في راس البتاع، يعني انت بتجذبي الاحزان والشجن. ممكن تحطيها مثلا في درفه الدولاب، ابنها او بنتها كل ما يشوفوها يقروا لها الفاتحه باستمرار. لكن انا مش عامله، مش عايزه اعرف الناس ان يعني مزار او مقام. مش مقام. صحيح. فدي مش حاجه، مش احلى حاجه في البيوت المصريه. تمام. حته انت قلتي لي بقى الاولاد، غرفه الاولاد. مظبوط. جرت العاده البنت اللون الحلو اللي احنا قاعدين عليه البينك. تمام. لي برنسس بقى، اميره بقى ودلوعه والكلام ده كله. تمام. جرت العاده ان الولد ازرق، صح؟ ليه اختاروا الازرق؟ لان الازرق لون الحركه والنشاط، بيخلي الولد مهايبر وحركته عاليه ونشيط. لان الولد لو ما كانش شيطان وحركته عاليه، لا نقلق. صح. في مشكله. صح. تمام. فعشان كده كانوا زمان من قديم الازل متعودين اللون الازرق ده، لون الميه، لون السماء، لون البحر، لون متحرك، يخلي الاولاد في حركه ونشاط. ولكن لو ابني عنده فرط حركه ونشاط، ممنوع اللون الازرق تماما. انا لا افضله في غرف الاولاد ولا غرف اي حد. يستبدل بايه طيب؟ يستبدل باللون الارضي، البيج، اللحمي. لو ولد يكون اللون الايرث تون، يكون اللون الرمادي الطيني الحجري. الابيض طيب؟ الابيض جميل مع الرمادي، هيبقى حلو جدا. او يكون مع اللون الحجري او الطيني، يعني اوزع. ولكن استغنى تماما عن الالوان الصريحه والواضحه، زي اللون الازرق هيديله فرط حركه ونشاط زياده قوي، ومش هيخليه مستقر جامد في النوم ودايما نشيط وحركته عنيفه. واللون الاحمر طبعا مش مفضل اطلاقا. ونخلي الالوان اللحميه، البرتقالي، الرمادي، ممكن برتقالي مع رمادي زي الرالي والحاجات دي كلها. لكن ما نحطش الوان قاتمه، ممنوع. لو عندي هديه حلوه وغاليه وبحبها قوي بس اتكسرت، لو احتفظت بيها دي ممكن تعمل لي مشكله في الطاقه بتاعتي ولا؟ يعني انا بقول الكسر ما يتصلحش. ده معروف ان اللي كسر يتصلح. هنغير النهارده المفهوم. بصي اقول لك حاجه، دايما احنا بنقول العين لما بتيجي على حاجه زي الازاز وتتكسر بنقول كلمه واحده بس، خدت الشر وراحت. راحت بقى. فما ينفعش ان انا اخلي المرايه موجوده باستمرار وهي مشروخه وهي مكسوره. اغير المرايه. جالي هديه واتكسرت، معلش بقى هنضطر ايه؟ لو هي عزيزه قوي عليا بتفكرني بحد، يبقى ما فيش مشكله ان انا ايه الصمها، يعني بما انها هديه. تمام؟ لكن مش لهاش مدغدغه او مكسره. لكن لو عندك مرايه الموضوع يختلف. يعني مرايه او ترابيزه ازاز او بنوره او اي حاجه او كونسول واتشرخ، لا على طول، لان هو يقول لك ايه؟ هو واخد عين. دايما معروف الحاجه الهشه الضعيفه اول حاجه بتاخد العين. ليه؟ والدليل على كده لو احنا حاسين مثلا حد عينه وحشه فلنفرض او كده، اول حاجه بيبوظها ايه؟ الازاز. كوبايه تتكسر، بنوره تتكسر، ازاز يتكسر. ليه؟ لانه هش. عشان كده السلسله تتقطع وتقع من الرقبه لوحدها. بالظبط. بالظبط. الحاجات الخفيفه الاول. تمام. وساعات بتبقى في الحاجات الثقيله برضو. فعشان كده انا بنصح اي حد عنده ازاز مكسور يشيله وايه ويغيره، يستبدله بواحد ومهم سليم. جدا لكل الناس اللي تسمعني عشان الدنيا تبقى لطيفه وحلوه،
ان احنا نرش ملح بحري يود في الاركان، بيجيبه من عند العطار بالعشرة كيلو ولا الخمسة كيلو، نرش في اركان البيت ملح بحري او نمسح بميه وملح زي اجدادنا زمان، ونحاول نبخر المرايات، العواكس، شاشه التلفزيون، اي حاجه بنشوف فيها وشنا وتعكس الاشياء لازم تتبخر، او بمعنى اصح ممكن بشمعة، الدخنة بتاعت الشمعة. لو تلاحظي في العصر الفيكتوري كان الشيميني وفوق المراية، وفوق الشيميني عشان يتحط المراية الشمعدان موجود. موجود ليه؟ لأن السموك تزيل الطاقات السلبية العالقة على الزجاج والعواكس والمرايات. فشوفي ده من قديم الأزل. أخيرا وسريعا، أجذب إزاي طاقة الثروات والسعادة لبيتي؟ وبسرعة جدا على طول. أجذب إزاي طاقة الثروات والسعادة لبيتي؟ بسهولة جدا. أول حاجة أشيل الكراكيب، أستغنى عن الحاجات اللي ملهاش لازمة. لو أنا عندي هدوم كتير وملبسهاش من السنة للسنة، أتبرع بيها، أبيعها، أوزعها، ولكن ملبسهاش، لأن إحنا دايما في فانغ شوي تخلص من القديم يأتيك الجديد. لما تتخلصي من حاجات أنت عندك قاعدة بالسنين ومرمية قدامك، بتقفل مسارات الطاقة المتحركة. فعشان ربنا يديكي فلوس تجيبي الجديد، تمام، ودخل الخير، تتخلصي من القديم. تخلي بيتك مفتوح. دايما بيوت الأغنية والمليارديرية مش مكدسة، فاضية، تمام، وعفش فيها قليل وبسيط. بالظبط، العفش بسيط، الحاجة بسيطة، مفيش تكدس. الفقراء فقط هم من يحتفظون بالأشياء ويكدسون الأشياء، أكنهم بيقولوا لربنا كده، خلاص أنا عندي كل حاجة، بقى ما تبعتش فلوس جديدة أجيب فلوس أجيب بيها جديد. ليه؟ أنا محوطة نفسي بكل الفلوس وبكل الحاجات اللي تساعدني، فبالتالي ما تبعتليش فلوس عشان أجيب كمبيوتر جديد، ده أنا عندي كمبيوترات كتير. ما تبعتليش فلوس عشان أجيب إيه هدوم جديدة، لا ده أنا مخزنة هدوم جديدة وما بلبسهاش. فبالتالي ربنا ما بيبعتش الفلوس إلا لما بنتخلص من القديم اللي عندنا، ما نخليهوش مركون قدامنا. تخلص من القديم يأتيك الجديد. دكتور سهى، حقيقي استمتعت جدا بالحديث مع حضرتك واستفدت جدا منك، واتمنى ان كل المشاهدين يكونوا استمتعوا واستفادوا زي ما انا استمتعت واستفدت جدا. نورتيني حقيقي. ميرسي لحضرتك جدا. كانت ضيفتي في الفقره دي دكتور سهى عيد، خبيره علم الفونغ شوي. ودلوقتي هنطلع خلاص لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا، استنونا. ضيفتنا صاحبة صوت ملائكي مميز، تسمعه وتحس بالدفى والسعادة. مؤمنة بأهمية الموسيقى وتأثيرها على رقي المجتمع وتطوره، عشان كده قررت إنها تدرس الموسيقى للطلبة في المدارس بجانب الغنى. ده غير بقى إن هي ليها 8 إخوات كلهم صوتهم حلو وبيغنوا، أشهرهم في مصر الفنانة عبير نعمة. ضيفتنا اللي منورانا النهارده في استوديو انتي هي الفنانه اللبنانيه الجميله منال نعمه، وكمان عازف البيانو اكرم عاطف. اهلا وسهلا بيكم، منوريني. اهلا فيكي. اهلا فيكي منال، منوراني ومنوره مصر كلها طبعا. وسعداء ان انتي موجوده معانا النهارده في انتي. انا سعيده اكتر. اول حاجه عايزه ابدا بيها، انتي ما شاء الله من عيله نعمه، وهي عيله كبيره جدا جدا. نعم. عيله فنيه جدا. ده بقى أثر عليك إزاي في نشأتك وحبك للموسيقى؟ أول شيء هي تربية، يعني نحن البيئة يلي كنا عايشين فيها بالبيت هي بيئة فنية. الماما بتكتب شعر وبترسم. البابا طبعاً بجانب شغله يلي هو أصلاً البابا كان بالجيش وبيشتغل كمان تجارة بعد ما طلع على التقاعد. بيعزف عود وصوته رائع. الله. فكانت التسلية بتاعتنا نحن وصغار هي الموسيقى. فابتدينا ندرس موسيقى من نحن وصغار، يعني كنا نروح على جامعة الكاسليك جنب دراستنا العادية، يعني نحن كلنا دارسين اختصاصات مختلفة عن الموسيقى، بس كانت الموسيقى هي مرافقتنا كل حياتنا طبعا. فالأجواء بالبيت أجواء موسيقية، يعني هيدي من الخلقة، يعني روحنا دمنا هو موسيقى تعتبري بالبيت. أكيد. امتى قررتي ان انت تحترفي الغنى مش بس بتدندني عشان سعيده او عشان بتحبي ان انت تدندني؟
كان الموضوع يعني ما كنت أنا مختارة أنه أنا بدي أروح على الفن. كانت بالصدفة قدمت على برنامج استوديو الفن 2003-2004 بلبنان. فكانت صدفة، اجت صديقتي على البيت وقالت لي منال أنت صوتك حلو، شو رأيك نروح اليوم آخر نهار لتقديم الطلبات؟ فرحت وكان الشانس أنه أنا كملت فيه. بس كانت المنحل يعني أكثر الأكاديمي أكثر بحياتي الفنية، فأنا كنت أعمل حفلات أعمل كونسيرات كتير، بس كان أكثر أخذ من يعني من مجالي أو من حياتي هو المنحل التعليمي. طيب يعني أنتوا ما شاء الله 9 أخوات ولا 8؟ 9. 5 بنات و4 صبيان. ما شاء الله. الدعم بتاعهم لإخواتك لما قررتي أن أنت تحترفي الغنى ويبقى ليكي أغاني خاصة بيكي، كانوا بيعملوا معاكي إيه؟ كانوا إزاي بيدعموكي؟ أنا ما بقدر فسر علاقتي أنا وإخواتي حقيقة. يعني نحن علاقتنا شوي روحية أكتر، نحن بندعم بعضنا بشكل ما حدا بيقدر يصدقه، لأنه كلنا نحن بمجال الموسيقى في كتير ناس بتقول أنتوا ما بتغيروا من بعض، أنتوا إزاي بتدعموا بعض. نحن يعني أول شيء بناخد رأي بعضنا بكل الحاجات، وماخد بعين الاعتبار آراء بعضنا. فالدعم هو دعم معنوي دايما، وحضور الحضور هو حاجة جميلة. أكيد. أنا لازم هسمع منك حاجة دلوقتي، وطبعا في الأول أكيد عايزة أرحب بيك يا أكرم، أنت منورنا، وأكيد هنسمع بقى عزفك الجميل. تفقوا كده مع بعض، هتسمعونا إيه دلوقتي؟ أنا أول شيء بدي أقول عن أكرم عاطف يلي هو صديق قديم هون بمصر، من الأشخاص من العازفين والموسيقيين الكبار يلي أنا كمان بتشرف أن يكون معه. وإحنا كمان تشرفنا بوجوده جدا النهاردة على كل الحاجة، يعني على فنه وعلى أخلاقه الراقية. واضح طبعا. واضح طبعا. رأيك؟ أنا في أقول لك حاجة، أكيد أنتوا سمعتوا اللي بيحصل ببيروت طبعا. ودلوقتي قبل ما أنا أدخل على الاستوديو برضو يعني كانت يعني مش بأحلى حالاتي، لأنه نحن الفن هو فرح. فالحاجات يلي عم تحصل دلوقتي، ودلوقتي سمعت أنه برضو في حاجات مؤلمة ببيروت بتحصل، فأنا حابة أقول لبيروت من مصر، حابة أغني غنية لبيروت. فإيه رأيك يا أكرم؟ الله الله يكون بعون بيروت الحقيقة. وبيروت دايماً بتعود، بتقدر تعود. طبعا طبعا. ونحن ما في حدا حيسكتنا. الله يكون بعون بيروت دلوقتي. انا بدي اقول لك الموسيقى هي صوت عالي طبعاً جدا طبعا، فهني مش حيقدروا يسكتونا، وانا موجوده هون وانا حغني وحيعرفوا يخلصوا على الحياه لا في بيروت. لا 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 لا، وحنفضل نغني ونفضل الفرح بتاعتنا. ده حقيقي. ده حقيقي. بيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم. لبيروت مجد من رماد، لبيروت حمل فوق يدها، أصبحت مدينتي قنديلها، أطفأت نارها، أصبحت بالمساء وحدها، وحدها وليلها.
جدا جدا، صوت رائع هادي ملائكي جميل يدخل القلب على طول، وعزف جميل جدا جدا يا أكرم حقيقة، يعني مش عارفة أقول لكم إيه، بس حلو جدا جدا. عايزة أرجع لك تاني برضو يا منال، وعايزة أعرف منك مين أكتر المطربين اللي حبيتيهم، تأثرتي بيهم، تحبي تدندن لهم؟ في فنان عظيم عنا اسمه زكي نصيف. طبعا. فأنا بحبه كتير وكنت كتير متأثرة فيه، يعني حتى ببرنامج استوديو الفني اللي أنا قدمت عليه كانت كل الأغاني، أنا أخذت ميدالية ذهبية طرب لبناني. فهو بغني الطرب اللبناني، فأنا كنت كتير مأثرة فيه، فصاروا يسموني زكي نصيف. بالاسم كله. الاسم يبقى يعني مش منال نصيف، لا لا, لا, لا زكي لا. نصيف. نقيلي أحلى زهرة، أي أغنية بتاعته فأنا خلاص سميت على اسمه. أنت جيتي مصر تقريبا من إمتى؟ أنا كنت بجي على مصر من قبل من هلأ يعني، بس أنا هلأ بقالي تقريبا 3 سنين بين لبنان وبين مصر، بس مصر أكتر يعني. استقريتي تقريبا يعني شبه استقرار. نعم. في مصر. طب نعم. ومصر منورة طبعا بيكي بوجود كل اللبنانية اللي منورين صعبة. مصر الحقيقة حبيبتي. عايز أعرف منك أكتر بقى عن كواليس مشاركتك في برنامج استوديو الفن وفوزك كمان فيه، لأنه أكيد دي برضو كانت مرحلة في حياتك، أنت يعني كانت مرحلة مهمة في حياتك بتحبيها وفيها ذكريات حلوة معاكي. طبعا كنت كتير صغيرة، كان عمري تقريبا 17 سنة، فكنت صغيرة جدا. الفن كان يخوفني حقيقة، وحتى الوالد بالنسبة له الفن كان هو أنه نكون مجموعين مع بعض. ومثل ما بنسمع أنه الفن في حاجات مش أحلى حاجة، فكنت دايما خاف من هيدا الموضوع. وحتى لما طلعت أنا بسيديو الفن طبعا كان اختبار جميل جدا، لأنه كان في لجنة حكم جوري، يعني لجنة تقريبا من 12 شخصية مهمة كتير بلبنان على صعيد الفني والعربي طبعاً. فكانوا موجودين، وكان هيدا أكيد هيدا شيء قوالي شخصيتي، لأنه عم بتغني لايف مباشر قدام لجنة وعم تكتب نوتس يعني بتتقيمي. فكان طبعا موضوع حلو كتير يعني أثر فيه بطريقة إيجابية، بس بعدها أنا ما مضيت كونترا مع الله يرحمه سيمو أسمر، لأنه خفت حقيقة يعني خفت من الجو، حسيت أنه ما بدي أقولها، بس في أوقات الإنسان لازم يستغني عن حاجات هو مآمن فيها أو هو بحبها علشان يمكن ينشهر بطريقة سريعة. فاخترت الطريق لو سلم سلم درجة درجة بيقولوا نحن عنا باللبناني، بس بطريقة اللي أنا بدي إياها. يعني كتير من اللي ممكن يكون بيتفرجوا علينا دلوقتي يقول لك ازاي تفوتي فرصة انك تمضي عقد مع سيمون أسمر. ويمكن ناس كتير قوي قوي فنانين لبنانيين كتير قوي عن طريق سيمون أسمر قدروا ان هم يوصلوا للوطن العربي ثم للعالمية. صح. على فكرة كمان فيمكن إليسا متهيألي منهم، وألك فوري، نوال الزغبي، كله بالضبط، حتى ماجدة الرومي، ماجدة بالضبط كده، السيدة ماجدة الرومي. فيعني وكلهم طلعوا من استوديو الفن، يعني هذا البرنامج كان حقيقي. ده حقيقي، وكان من أجمل البرامج حقيقي لاكتشاف المواهب، خاصة المواهب اللبنانية. طيب برضو عايزة أتكلم معاكي عن أغنية مخصوص أنت عملتيها لمصر. نعم. كلميني عن الفكرة نفسها، ليه حبيتي ان انت تعملي اغنية مخصوص لمصر، واختيارك بقى للكلمات وللالحان مين ساعدك في ان الاغنية دي تطلع للنور؟ اول حاجة انا بدي اقول لك انه انا جيت على مصر بظروف صعبة بلبنان، يعني لما صار الانفجار البور يعني كان الوضع عندنا والوضع الاقتصادي اللي حصل، فانا جيت بكونترا عمل بمدرسة الكوليج دو لاسال، يعني جيت بكونترا عمل لهون، وكان صعب كتير علي انقل، انت عارفه يعني النقله، انت تدرسي ازاي ناس يعني ما بيفهموا يمكن اللكنه بتاعتك، يعني اللبناني ده عربي بس هو مختلف. فكان عندي صعوبه بهذا الموضوع، بس لما جيت طبعا اول فتره كانت صعبه، حسيت انه مصر بيتي. حسيت انه مصر امنت لي حاجه بوقت معين لبنان ما قدر امن لي اياها، يلي هو الامان. طبعا بكل البلاد في الحاجات الوحشه والحاجات الحلوه حقيقي، بس انا حسيت انه مصر حضنني حضنتني يعني بشعبها الحلو، بجوها الحلو، بناسها، بكل شيء. فحبيت انا اعمل حاجه هيك، الكلمات كانت فكرتي ومن واقع انا عشته، يعني ما حسيت في تفرقه. بشوف الشخص اللي هو ما معه فلوس والشخص اللي معه فلوس، ناس بتضحك، ناس بتحب الحياه. احنا شبه بعض شويه، مصريين واللبنانيين فيهم كتير جدا من بعض الصلابه، بنضحك على المشاكل اللي عندنا بدل ما نقعد نعيط عليها، بنحاول نحل
ودايما بنحب بلدنا ودايما بنقف جنبها. فده وجه التشابه الكبير جدا جدا بين اللبنانيين صح. والمصريين، ويمكن ده سبب حبهم الاثنين لبعض. احنا اصلا بنحب الشعب المصري من احنا صغيرين، واحنا بنعشق اللبنانيين كلهم، دي معروفه طبعا. فهو دايما سبحان الله الحب دايما متبادل والتقدير دايما متبادل صح. بين الشعبين، ويا رب يديم ده يا رب. نسمع غنيه لمصر. هي اصلا موجوده على صفحتي وعلى هنقول اصلا هي معروفه ام الدنيا مصر طبعا، انتوا عارفين طبعا. عارف ليه سموها ام الدنيا؟ ده لانها جاهزه وفي ثانيه تفتح بابها لكل العالم، مش هتحس هنا بالغربه وسط ناس للطيبه شاربه، دايما هتحس انك امن. عارف ليه سموها ام الدنيا؟ ده لانها جاهزه وفي ثانيه تفتح بابها لكل العالم، مش هتحس هنا بالغربه وسط ناس للطيبه شاربه، دايما هتحس انك امن. ايوه ام الدنيا مصر، عايش في حارة أو في قصر، تلقى طيبة تلقى قصر زيها ملقتش مثل. أيوة أم الدنيا مصر، عايش في حارة أو في قصر، تلقى طيبة تلقى قصر زيها ملقتش مثل. أيوة أم الدنيا مصر. الله عليك، الله عليك يا منال، والله طبعا جدا يا أكرم. أغنية حلوة قوي وجميلة جدا جدا، طالعة من القلب. دي أهم حاجة فيها، إن هي طالعة كمان من القلب. كلميني بقى عن موضوع إن أنت بتستخدمي الموسيقى كعلاج. ازاي عرفتي تعملي كده؟ وهل فعلا ليها تأثير، بتحسن من النفسية؟ طبعا هي الموسيقى معروفة انه هي علاج. نحن دايما لما بنقول الموسيقى، لما تسمعوا الموسيقى، انت لو زعلانة تسمعي موسيقى هي بتفوتك بمود الزعل، لو انت فرحانة. فدي نحن حاجات بنعرفها، بس طبعا هو بعد دراسة، انا دارسة ميوزيكوثيرابي اللي هي العلاج بالموسيقى بمنهج تيرب ايطالي. فطبعا بتدرسي الحاجات ازاي، لانه في عندك تولز معينه لازم تستعمليها بالعلاج، غير طبعا انه حدا يسمع موسيقى. فدي كمان كانت بارت من الدراسه بتاعتي اللي بعدني عم بشتغل عليها، اللي هي طبعا الموسيقى يعني صار عليها دراسات كتير بايطاليا طبعاً. وبكل العالم، انه العلاج بالموسيقى هو يكاد يكون فعال اكثر من العلاج النفسي بحد ذاته، او أكيد. الناس اللي عندهم يعني صعوبات تعلميه او هن ايبر اكتف، فالموسيقى هي بتقدر كثير تساعدهم الصغار والكبار يعني. انت فعلا ليكي فعلا وجهه نظر في تاثير الموسيقى على الاجيال واهميه تدريس الموسيقى في المدارس. نعم. كلميني برضو عن وجهه النظر بتاعتك دي، ازاي الموسيقى تعرف تاثر على الاجيال اللي جايه؟ المدرسة اللي أنا بدرس فيها، رح أعطيك إكزامبل، هي مدرسة أهم تابعة. حاجة من غير اسم المدرسة؟ لا مش هنقول اسم. أوكي. المدرسة اللي أنا بدرس فيها هي تابعة لفرنسا. فرنسا عندها منهج يلي هو الموسيقى والأكتيفيتيز، أي حاجة أكتيفيتيز عندها النوت، يعني عارفة يعني بتقولوا إيه الدرجة. هي درجة الموسيقى ودرجة السبور هي من الحاجات الأساسية زي الماث زي أي حاجة تانية. فأنا بقول إنه أي مدرسة لما هي بتعطي قيمة للماتيريال اللي هي بتدرسها، فالولد بياخدها بطريقه جديه اكثر، فما بتكون ساعه هزار وساعه غنى بس. وطبعا المدرس يعني هو ازاي حيقدر يوصل، مش بس يدي تيوريك، يعني مش بس يدي الحاجه بطريقه تيوريك، يديها بطريقه يقدر اي تلميذ بالكلاس لو ما بيحب الموسيقى هو يعرف الموسيقى ويحبها. احنا شايفين ليكي اهو فيديو وانت بتدرسي للولاد بطريقه مختلفه. ايه علاقه الكوره بالمزيكا؟
انا شايفاهم بينططوا كوره صح. ايه علاقه ده بده؟ انا بستعمل منهج يلي هو اكثر ايقاع جسدي او ايقاع بالحاجات اي ماتيريالز يعني. نحن ممكن نختار كره، ممكن نختار حاجات كثير غير. الريذم يعني الايقاع انا بالنسبه لي هو اساس الموسيقى، هو اساس الحياه حقيقي. يعني اي حاجه نحن عايزينها تكون منظمه لازم تبقى على شيء تكون ريتم. حياتنا نحن لما نصحى لما اي حاجه يعني حياتنا لو ما كانت منظمه منال بقول للناس كلها حواليا كده ما حدش بيصدقني. لا يقول لي انت مجنونه بتسمعي مزيكا طول الوقت طول الوقت وانت بتذاكري وانت بتحضري الحاجه وانت بتعملي وانت بتطبخي. لان لو ما ظبطتش الايقاع بتاعي هكسل، مش هعرف اتحرك، هتبقى حركتي ملخبطه. فانا بقى اؤيد جدا فكرتك. صح. ولما الانسان بقى استخدمنا للكوره يعني هنا مثلا دي حركه معينه لما انا بضرب البول على الارض انا الذبذبات بتوعها او هي الوقت يلي انا بتباونس باك بترتد لفوق تاني، فدي حتى فيها حسابات. فبتلاقي في صار الانسان مع الايقاع صار هو حاسس فيه من جوه قبل ما يسمع، فبيصير الريدم منتظم اكتر معه. فدي كانت تدريبات لان الولاد يعرفوا يظبطوا الريتم بتاعهم والايقاع بتاعهم. دي حاجه من الحاجات يعني بنشتغل اول كلاس. حلوه جدا جدا وطريقه مختلفه قوي. ما يعني ما اعتقدش ان في حد يمكن يكون استخدمها او مش منتشره جدا في هنا في الوطن العربي. لا بس بره هو موجود كتير. بتعرفي ازاي بقى توفقي ما بين تيتشر مدرسه وفنانه بتعملي حاجات تانية كمان كتير، فبتعرفي ازاي توفقي ما بين الاكتر من حاجة اللي بتتقنيهم وبتعمليهم وبتحبيهم؟ انا عارفة الايقاع الريدم الحياة انت لما تكوني منظمتيها فبتقدري تعملي كتير اشياء. يعني لما تستفادي من نهارك من اوله لاخره بتعرفي قيمته، بتعرفي قيمة الوقت. صح. ف يعني هيدا البرنامج انت نحن قادرين يعني طبعا نحن قادرين. احنا قادرين وما حدا بيقول انه نحن مش قادرين. اللي بيقول نحن مش قادرين بيكون هو حابب انه نحن نكون ضعاف، بيتمنى انه نبقى مش قادرين. بس طبعا ده ما بيغنيش انه كمان الست تكون ست وهي محافظه على بيتها على اولادها على يعني تنظيم الوقت. تنظيم الوقت هو اجمل حاجه. هرجع لاخواتك تاني وعايزه اعرف منك بقى مين اكتر حد فيهم بتحبي صوته؟ احنا مش هنقول، احنا مش هنقول لحد، ده هيبقى سر ما بيني وما بينك. لا لا بس لا ابدا ما فيش. ده سر ما بيني وما بينك. قولي لي مين اكتر في حد فيهم تحبي صوته ومين اكتر حد تحبي تاخدي رايه او بتثقي في رايه لما بتاخدي رايه في اعمالك الفنيه؟ الحقيقه سؤال صعب. انا هقول لك يعني الحقيقه سؤال صعب لانه عن جد كل اخواتي كل حدا منا عنده صوت صحيحه شبيه بس مختلف. بس انه اكثر حدا بحب اسمع له هلا عبير اغانيه يعني عن جد بعيشوني بغير عالم وجورج خيي برضه. والبقيه طبعا حسب الاغاني اللي هن بغنوها، بس انه اكثر شيء عبير وجورج اللي هن هيك الاغاني تبعولهم بحس انه they touch me حتى فبغنيهم. او الكليب جميل جدا جدا والاغاني كمان حلوه قوي ما شاء الله عليك بجد تاتش وود حقيقي. تسع اخوات زي القمر كلكم، اصوات رائعه، فنيين من الدرجه الاولى او فنانين من الدرجه الاولى، ده حقيقي. فاكيد كل الناس عايزه تعرف ما شاء الله كل حد فيكم اكيد عنده حياته. وممكن كمان يكون كل حد فيكم في بلد دلوقتي. ازاي بنعرف نتجمع؟ ازاي بنعرف يبقى عندنا الوقت الجميل اللي نقدر فيه نقعد وندندن سوا وكمان نصور كليب من الكليبات الجميله اللي احنا شفناها دي؟ طبعا يعني صعبه لانه احنا عائله كبيره، فكثير اوقات كل حدا منا بيكون ببلد. يعني اللي بامريكا بدبي اللي طبعا صعب. بس نحن دائما اجمل وقت او اتمن وقت لنا هو لما بنجتمع، ودائما بنحاول انه هيدا الشيء يصير كثير اوقات. وبيعطينا طاقه ايجابيه. يعني نحن لما نجتمع مع بعضنا ما في يقلك يعني بمكان تاني. أكيد. فدايما بنجرب قد ما بنقدر بالمناسبات العائليه انه نكون موجودين. يعني اي مناسبه عائليه بنجتمع كلنا فيها او اعياد نحن بنجرب. انا بشوف ان بره التسع اخوات الباقي لازم يدفع تيكتس يلي هو اللي بره التسع اخوات. يعني انتوا تسع اخوات
اي حد تاني جاي معاكم المناسبه او التجميع العائليه او لازم يدفع تيكت، لانه كده كده هيستمتع وهيتبسط باللي انتوا هتعملوه سوا، والدندنه والمزيكا والحاجات الجميله اللي بتعملوها، فده انترتينمنت كبير جدا. فاي حد حواليكوا لازم يبقى بيدفع تيكت على الموضوع. لا لا، احنا قلبنا كبير، انتوا قلبكم بتعملوا خير. جميل قوي. كلميني اكتر عن علاقتك بعبير بقى، لانه عبير طبعا فنانه كبيره وجميله جدا جدا، كل الوطن العربي بيحبها وبيحب اغانيها، واكيد مشغوله جدا جدا، بس انت دايما بتحبي تشجعيها وبتحضري ليها حفلاتها على طول، بتدعميها. كلميني على علاقتكم انتوا الاثنين سوا، وطمنينا كده، هل في امل نعمل دي قريب انت منال وعبير نعمه؟ في حاجه عم نحضرها انه نعملها كلنا مع بعضنا، يعني ده مشروع نحنا كنا حابين نعمله قبل كورونا، وظروف كورونا بعدتنا، يعني صار كل حدا ببلد وهذا اللي صار. بس نحنا ممكن كتير يعني هلا يكون في شيء نحنا سوا مع بعضنا كلنا. علاقتي بعبير علاقه متينه جدا. عبير كانت بمصر، اجت لعندي، بس بنتها كانت عندي قعدت شهر هون بمصر، واجت لعندي، هي لسه رايحه من مصر، اجت لعندي اسبوعين كده ما في عندها حاجه فبتقعد عندي بريك. فعلاقه صداقه واخوه ومحبه كبيره. فاقل شيء اني ادعمها، يعني انا بحس عم بدعم شقفه من روحي، يعني أكيد. مش اكيد ربنا يخليكم لبعض يا رب كلكم، انت وعبير وباقي التسعه. بقول لك اسماء، اقولي اسماء. عبير هي الكبيره، بيرجع ليال، بيرجع انا منال، الي، جورج، جاد، غاده، نسرين، وزياد. هيدي ما شاء الله ما شاء الله، يا رب دايما متجمعين وكاملين. ميرسي حبيبتي. ومفيش اي حاجه وحشه ابدا. انا هيك بدي اقول مساج صغير، ما بعرف يعني اذا وقته او لا، تفضلي. بس كثير بلاقي اخوه ما بيحكوا ما بيتكلموا مع بعض، يعني على حاجات بايخة. وفي اخوه اعداء زي الفيلم الحقيقي، صح. فانا ما بعرف، يعني انا دايما بقول انه صله الدم هي مش بس صله دم، يعني الاخوه هن اجمل شيء بالحياه، فما في شيء بيحرز صح انه نحن نكون زعلانين علشانه. صح صح، انا بأؤيدك جدا جدا في الراي، وعشان أؤيدك اكتر لازم اسمع منك حاجه، لازم تغني لنا برضه، صوتك وحشنا. شو منقول؟ سمعنا ايه اكرم؟ شو منقول؟ منقول كلمة حلوة؟ كلمة حلوة، دليلة؟ دليلة. يلا بينا. حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتي، حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنسى يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع، كنا منقول إن الفراق ده مستحيل، وكل كلمة كانت بتقول كانت مليانة في أمل إن احنا بكرة موجودين في بحر الحب. لو كنتي بصيتي لي كنت هقول لك الكلمات، انا حافظاها كويس. انت اول ما بتيجي ناحيتي بتغمضي. بصي انا بس رائع كله ببيروت دلوقتي. طبعا طبعا، ربنا يكون في عونك الحقيقه وفي عون كل اهل بيروت.
بس احنا دايما متعودين انه اللبنانيه بيحبوا الحياه وبيقدروا يتخطوا، فعشان كده احنا النهارده موجودين وبنبعت صح. رساله حب لكل اهل بيروت، وبنشكرك كمان ان انت موجوده معانا النهارده بالرغم من اي ظرف ممكن يكون معكر صفوك او مضايقك، دي حقيقه يعني. ارجع لك تاني ونرجع نتكلم بقى عن احلامك للي جاي، نفسك في ايه في اللي جاي؟ حابه ايه؟ هل في ستايل معين من الغنى نفسك تقدميه ولسه ما جربتيش تقدميه؟ انا بحب العربي الكلاسيكي، يعني الحاجات يلي مثلا زي ماجدة الرومي، جوليا بطرس، الحاجات كارول سماحة، يعني الحاجات دي الستايل يلي انا اكثر شيء بيلبق لصوتي، يلي بيليق لصوتي. ده حقيقي وجميل طبعا. احلامي بتعرفي لما الانسان يكبر شوي او طموحه بتصير بسيطة اكثر، يعني لما بنكون صغار بدنا نوصل للقمر، لما شوي بنكبر بنحس انه الحياه صارت انه بدنا الصحه، بدك السلام بالعالم. يعني انا عن جد هلا يعني واليوم بالذات بقول انه اجمل شيء بالدنيا لما يكون في سلام، لانه السلام هو اللي بخلينا نغني بفرح اكثر، يلي صح. بخلينا نكون فرحانين سعيدين عم نحس بامان، والامان هو بارت كبيره من حياتنا اللي احنا نطمح فيها، خاصه بالعالم العربي اليوم يعني مزبوط. فانا هيدي اكثر حلم اذا بدك تعتبري حلم. طموحاتي اني عم جرب اكثر هلا اشتغل بالموسيقى كوني موجوده بمصر، فراح اعمل اغاني اكثر مصريه، وحبي اكثر فوت بهيدا المجال جنب، اكيد مش حاترك التعليم لانه هو بارت من حياتي يعني، بس جنبه حيكون اكثر هلا التركيز على المشاريع الفنيه اذا الله راد. بنستنى كل المشاريع الفنيه اللي هتقدميها وهنشجعك اكثر واكثر كمان فيها. احنا مرسي. ممكن نسمع اعمل نسيني العبير. العبير يلا. العبير نعمه. طبعا برافو جدا جدا، بس انا متحمسه جدا وعندي اسئله كتير عايزه الحق اقولها. خلصنا خلاص بجد كده خلاص. لا بس احنا لسه عايزين، عندنا اسئله كتير وعايزين نتكلم معاكي، بس عايزه اعرف الفتره اللي جايه في اعمالك الفنيه حابه اكتر تعمليها باللهجه اللبنانيه ولا باللهجه المصريه؟ الاثنين سوا. الاثنين سوا، بس حبيت اللهجه المصريه، انا ابتديت اتكلم كده شويه مصري، بس هن بيقولوا لي لما بتحكي مصري دغري بتنعرف انك مش مصريه، فمش عم تزبط معي كتير. ما هو يعني في اكثر من دلاله تقول انك لبنانيه شكلا وموضوعا ولهجه وكل حاجه، ففي يعني بس يعني برضو هتتقنيها ما تقلقيش. على امل، على امل. عم نشتغل افلام بقى، افلام مصريه كتير بقى اتفرج على افلام كتير واسمعي اغاني كتير مصريه اكيد. صح. اكيد انت بتعملي كده. صحيح، مين اكتر حد تحبيه في المطربين المصريين سواء قدام او موجودين حاليا؟ كتير يعني ما شاء الله، مصر عن جد يعني
في كتير. أنا أكتر شيء بسمع هلأ يعني كتير بسمع لشيرين. جميلة طبعا جدا. وبسمع لعمرو دياب. عمرو دياب نحن ربينا يعني كل المراهقة كل أغاني عمرو دياب فكانت مرافقتنا. احنا ما نقدرش نسمع سريعا قبل وخلاص احنا بنختم. انا في حاجه في لك شيء قولي لي سر مش عارف سر وما تخبري برضه ما حدش هيعرف. انا الاغاني اللي بحبها كتير ما بحب احفظها. ليه؟ لانه بحب اسمعها من الفنان نفسه. فبتلاقي ما في حاجه بتعلق معاكي كده؟ ما فيش حاجه بتعلق معاكي؟ في كتير حاجات يعني في كتير حاجات طبعا في كتير حاجات بس انه انا عن جد يعني بحس انه الغنيه اللي بسمعها من الفنان بنفسه بعيش معها اكتر. الحقيقة بصي احنا بجد كنا سعادة جدا جدا بوجودك النهاردة. أنا أكتر. فرحانين قوي. صوتك ودانا في حتة تانية خالص. طبعا عزفك يا أكرم رائع جدا جدا وبرضو ودانا في حتة تانية خالص. مود من الهدوء والاسترخاء والراحة. حقيقي اتبسطنا جدا جدا. أنا أكتر. بتمنى لك كل السعادة والنجاح وتحققي كل اللي بتتمنيه وأكتر كمان. يعني. والبيروت السلام يا رب. بشكرك يا رب. بشكرك جدا جدا ضيفتي العزيزة الفنانة والمطربة منال نعمة وكمان طبعا كان ضيفي أكرم عاطف عازف البيانو. احنا كده خلاص وصلنا لنهاية حلقتنا. نتقابل يوم الحد الجاي في حلقة جديدة من حلقات انتي على شاشة اي تي سي الساعة 5 بالظبط. استنونا دايما. سلام.